بعض الدول الضعيفة، وكما رأينا في حالة باكستان والكثير من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يمكن أن تكون من أوائل المستخدمين لهذه المبادرات الجديدة، ولكن هذا يتطلب تمويل ضخم يجب أن يكون متاحا. وسمعنا أرقام كبيرة في المرحلة الأولى التي ذكرتها منظمة الأرصاد الجوية العالمية. واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في مداخلة أمام الجلسة تجربة مصر في التعامل مع التغير المناخي في قطاع الزراعة باعتباره مسؤولا عن الأمن الغذائي، وقال إن مصر شرعت في استخدام الإنذار المبكر والتوسع في استنباط محاصيل عالية الإنتاجية إلى جانب الزراعات الذكية والإدارة الرشيدة للماء. أنشأنا محطات عملاقة في يعني إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي، زي محطة المحسمة، زي محطة مصرف محر البقر اللي بتعتبر أكبر محطة في العالم، وإن شاء الله بنسعى إلى محطة أخرى قد تقطع حوالي 7.6 مليون متر مكعب يوم. كثير من الإجراءات زي نظام الإنذار المبكر، زي البحوث التطبيقية، زي التوسع في استنباط أنظمة أصناف من التقاوي يعني عالية الإنتاجية، لكن بأكد مع زملائي اللي قالوا أهمية أن تتضمن المناهج الدراسية التغيرات المناخية والزراعات الذكية والزراعة الرقمية وكل ما يتعلق بالأنظمة الزراعية، لأن ده قطاع أصبح قطاع مهم مسؤول عن الأمن الغذائي. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ دكتور سامح نعمان العسوي، خبير الطاقة الجديدة والمتجددة. دكتور سامح، بعد التحية، يعني هل لك أن تطلعنا على وجهة نظرك في ما وصل إليه مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ حتى اللحظة في أيامه التي انقضت؟ السلام عليكم. هو حضرتك بالنسبة للمؤتمر والإنتاجية بتاعته والنتائج اللي احنا أخذناها كمصر، هي المفروض نتائج احنا جاهزين لها من سنة 2014، وبالذات في قطاع الزراعة لما كان بيتكلم سيادة الوزير، نحب نقول ان في الزراعة احنا بنستخدم الصوب الزراعية اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية في قلب الجبل، يعني الصوب الزراعية بتشتغل في الجبل بالطاقة الشمسية فقط، وبتعمل كل حاجة فول اوتوميتد، بمعنى انها بتروي، بتضبط الحرارة، بتضبط درجة الرطوبة، الإضاءة، الحراسة، ولو حصل أي مشكلة بتبلغ المسؤول عن هذا الموضوع عن طريق التليفون بمسج، بيروح يصلحها، وبعد ما بتتصلح بتدي رسالة. ثانيا عملنا المجففات اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية. لو نلاحظ ان احنا زمان اللي كان بيصدر النباتات الطبية زي البردقوش كان بيحط حوالي 100 كيلو في الشمس في الطبيعة علشان يصدرها، آخر الفترة الزمنية بياخد منها حوالي 10 كيلو. احنا عملنا المجففات دلوقتي بترفع درجة الإنتاجية إلى 90%، يعني اللي بيحط 100 كيلو في قلب المجفف اللي هو بيشتغل فول أوتوميتد وبالطاقة الشمسية فقط بياخد منه 90 كيلو، يعني 9 أضعاف اللي كان بيطلعه. أدي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك بالنسبة للمبيدات الحشرية، وكل النباتات الزراعية لها مبيدات حشرية كلها سامة وضارة وبتؤثر على تصدير المنتجات الزراعية بتاعتنا. احنا عاملين حاجة اسمها انسكتر كيلر او قاتل الحشرات. قاتل الحشرات ده حاجة صغيرة بتشتغل بالطاقة الشمسية وبتعمل جذب لجميع حشرات اللي موجودة، كل الحشرات، لما اقول كل الحشرات اللي بتأذي جميع المنتجات الزراعية سواء ورقية او شجر او منتج او اي نوع من انواع المنتجات، واليونت الواحدة بتغطي 4 فدادين، يبقى كل ده بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكل ده صالح للبيئة وصالح للإنسان قبل البيئة. ثانيا محطات معالجة تحلية المياه، في المحطات الجديدة اللي هي بالنانو تكنولوجي، والنانو تكنولوجي بتشتغل بالطاقة الشمسية وبتستهلك طاقة كهربائية تصل إلى 25% من أي محطة تحلية مياه أو إعادة تدوير المياه على مستوى العالم، والكفاءة بتاعتها كفاءة عالية جدا، والمحطات دي ممكن تتحمل على عربيات، والعربيات دي ممكن تنتقل من مكان إلى مكان لتحلية المياه في أماكن مختلفة
وحتى في الاماكن الوعرة ممكن تجرب جرار زراعي. دي الانتاجيات اللي احنا بنتكلم فيها في قطاع الزراعه. نعم. كمان عاملين مثلجات بتشتغل بالطاقه الشمسيه، عباره عن ميه سخنه اللي بتستخدم، وبنستخدم ما حاجه فيها اسمها سيليكا جيل، ما بنستخدمش فيها لا فريون ولا كهرباء، ودرجه الحراره فيها بتوصل لحد 16 درجه مئويه، فتنفع للاماكن الزراعيه البعيده للحفاظ على المنتجات الزراعيه. طيب يعني هذا فيما يتعلق بقطاع الزراعة، لكن أيضا لدى مصر أطروحات في مجالات أخرى، سواء في مجال النقل أو في مجال الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، في يعني في مجالات أخرى. حضرتك بالنسبة للهيدروجين الأخضر، إحنا ما بندورش على حد يجي يستثمر عندنا. لو رجعنا سنتين لورا هنلاقي معظم دول اوروبا اللي عندها استثمارات عاليه عاملين معانا اكثر من 20 مذكره تفاهم علشان يجوا يعملوا عندنا هيدروجين اخضر، لان الهيدروجين الاخضر المقومات الرئيسيه في الشرق الاوسط بالكامل تتوفر في جمهوريه مصر العربيه فقط، لان عشان نعمل هيدروجين اخضر لازم يكون عندنا ميه، ولازم يكون عندنا طاقة جديدة ومتجددة. الطاقة الجديدة والمتجددة احنا الأوائل على الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه اللي بتيجي من جبل عتاة. يبقى إذا احنا عندنا الخبرة والطاقة الكهربائية المتجددة. أما بالنسبة للمياه احنا عندنا ساحل بحر أحمر وساحل بحر أبيض طول بتاعه 3000 كيلو. يبقى إذا المياه متوفرة، بنعمل تحلية للمياه بالنانو تكنولوجي، عندنا المياه، عندنا الطاقة الجديدة والمتجددة، بننتج الهيدروجين الأخضر. هذه المقومات لم تتوفر في أي دولة في العالم بهذه الكميات، ولذلك كل الدول في المؤتمر ده بالذات هم مش جايين يقولوا إحنا بنقول لهم تعالوا استثمروا عندنا، لا، هم اللي بيسعوا إن يحطوا رجليهم وياخدوا حصة في المشروعات بالنسبة للهيدروجين الأخضر وإنتاجه داخل جمهورية مصر العربية، لأن هو ده الثروة للطاقة في الأيام اللي جاية. بعد خمس سنين 10 سنين هتستخدم في جميع ما يستخدم في الوقود الأحفوري بجميع أنواعه، يعني هتستخدم في المواصلات بجميع أنواعها، السيارات والسكن، هتستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، هتستخدم في أفران الحرارة العالية زي الحديد والصلب، هتستخدم في التدفئة للدول الأوروبية بدل الغاز الطبيعي. نعم. الاستخدام بتاعها في كل ما يخطر على البال بيستخدم الهيدروجين الأخضر، ومصر هي الرائدة في هذا المجال دلوقتي لتوفر المقاومات بالنسبة للاستقرار، وده شيء نادر في أي دولة في العالم. نعم، دكتور سامح نعمان العيسوي خبير الطاقة الجديدة والمتجددة، شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معنا. وتتواصل فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كوب 27 اليوم تحت عنوان يوم العلم ويوم الشباب وأجيال المستقبل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ كريم كمال مراسل أخبار مصر.